شلونكم شباب اخوتي الاعزاء؟ طبعا هاي نثية الكناري مع الفحل الصورة الموزمبيقي، يعني الجرين سينجر، طائر الياسمين يسموه اخواننا اللبنانيين والسوريين. بالعراق صورة موزمبيق، تغريدة فول هذا الفحل، والنثية مثل ما اعتقد جاهزة، فراح نطلع من عندهم ونشوف اذا البيض يشد ويفرخه. طبعا اكو شباب قبلي مسويها وصارت ونجحت العملية، بس شنو راح اجرب اني، لانه اني ما مجرب، يعني النثية جاهزة والفحل جاهز، وان شاء الله راح يصير انتاج حلو، لان موسم الكناري خلص، موسم الكناري خلاص هسه بلش موسم الجرين سينجر، هذا الفحل اللي جاي يغرد قدامكم شباب. تحياتي للجميع، اخوكم الجناي روني ادوار.